أعشابي الأحزاب يا غريب الأهل والأوطان قد حمل أعشابي الأحزاب يا غريب الأهل في أمان الله يا ولي الله قد حملنا نعش بالأحزان يا غريب الأهل أهل البيت في الدرب لنا نعم الأنوار أهل البيت نور الإبصار في الدرب لنا نعم الأنوار كم آدوه آذوهم في كل الأمصار حقد بالآل الأكثر ما راعوا طه أو حيدر هذا بالسم السيف يا غامين نبكيهم بالدمعات تجري كالنهار نندب سادات الدنيا وقصول الذكر نبكيهم بالدمعات تجري كالنهار نندب سادات الدنيا وقصول الذكر من ذا يعلو فوق الأكتاف ويقلبه أهل الأعراف من ذا يعلو فوق الأكتاف ويقلبه أهل الأعراف هل لؤلؤة بين الأصداف أم بارقة ومعين طافي من ذا يعلو فوق الأكتاف ويقلبه أهل الأعراف هل لؤلؤة بين الأصداف أم بارقة ومعين طافي هل حملوا علما أم تقوى ودعاء خشوع أم نجوى هل حملوا علما أم تقوى ودعاء خشوع أم نجوى ورواية عشق أو سبحان إلهي ما سوى هذا الرضا تزداد منه سجاياه داء
أملك فيه بيانا يدرك معناه هذا الرضا تزداد منه سجاياه لا أملك منه بيانا يدرك معناه واليوم هذا الرضا كم قاسي من شر صفى الجرائم مأمونهم سيد الجارين قد صاب حقد الطغاة السياسي هذا الإمام بالحكم هاما هذه فعال العدى الظالمين واليوم هذا الرضا كم من شر غاشم صفى الجرائم مهمولهم سيد الجرائم قد صاب حقد التراث السياسي هذا الإمام بالحكم هاما هذه فعال العقد الظالم إنه الظلم نهجه الدم يطلب الحكمة إنه العادي والرضا عنه من أعاديه والرضا على من أعاديه ما رعوا فيه أحمد الهادي لا تحمي النور نحو السماء دعوا الكتاب يودي انتحابا يبكي على سيد العرب يبكي على ثورة من دمائي ومن نكائي ومن رجائي يبكي على فيرة العرابين إنه ثورة حرة حرة عبرة عابرة تقهر الكفرة لا عدمناه كم عشقناه حين ننساه تجرع المرة إنه الثورة حرة حرة عبرة عابرة تقهر الكفرة لا عدمناه كم عشقناه حين ننساه تجرع المرة إنه الثورة حرة حرة عبرة عابرة تقهر الكفرة لا عدمناه كم عشقناه حين ننساه